بسم الله الرحمن الرحيم. في سلسلتنا مفاتيح النجاح، اليوم المفتاح الثالث وهو المثابرة، لا بيرسيفيرانس. كنوضع لنفسي واحد الهدف، من بعد كندير خطة فيها طريقة واحد وطريقة جوج وطريقة ثلاثة لتحقيق الهدف ديالي. الهدف ديالي كيكون سمارت، غادي نعاودو نرجعو ليه ان شاء الله في حلقة واحدة اخرى. ملي كتكون عندي هاد الخطة واضحة، يعني بحال طريق اوتوغوت واضحة، كنحط فيها واحد المفتاح اللي هو مهم، اللي هو لا بيرسيفيرانس، المثابرة. كنثابر وكنتحمس وكنوظف كل طاقة ديالي باش نحقق الهدف ديالي. كل يوم خاصني نكون كنغدي هذيك المثابرة ديالي، هذيك لا بيرسيفيرانس، اليقين ديالي. عقلها وتوكل على الله، عقلها وتوكل على الله. كل يوم كنعقلها وكنزيد كنتوكل على الله.